أستاذة شيماء، أولا مدى الأهمية، أهمية والاهتمام بانتخابات البرلمان الأوروبي؟ ممكن نقول إن الانتخابات المرة دي الاهتمام بيها جاي بسبب الظروف المحيطة بيها. هي مش المرة الأولى، هي تكون المرة العشرة اللي بيتم فيها إن الشعوب الأوروبية بتتجه للبرلمان عشان تنتخب. الظروف الجيوسياسية اللي بتواجه الاتحاد هي اللي مخليها في أنظار متجهة بشكل كبير ناحية المراقبة. كمان ان فكرة ان دي اول مرة هيكون في انتخابات، في خلاص المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد، روسيا على اعتاب الاتحاد الاوروبي، وهناك حرب جارية لم تجري في اوروبا منذ حرب العالمية الثانية، لأن حرب الباردة لا تعتبر حرب، كانت مناوشات. ظروف اقتصادية صعبة جاية من بعد الجائحة، وكم بأكمل عليها الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لحالة التضخم المنفلت عالميا. فكل ده خلى فيه اهتمام بفكرة شكل التغير السياسي اللي هيحصل في الخارطة الأوروبية. هل هيكون البرلمان الأوروبي استكمال لموجة يمينية بدأت تحصل في حكومات قبله، بدأ من ممكن نقول من أول صدمة كانت مع الحكومة الإيطالية في 2022، وتتالت من بعدها الحكومات اليمينية أو اللي شاركت في الائتلافات على الأقل. فلذلك هي أهميتها بتنبع من ظروف المحيطة بها أكتر. يعني بالإضافة أن هي تعتبر تاني أكبر انتخابات إقليمية بعد انتخابات الهند، إحنا بنتكلم عن حوالي 450 مليون مواطن في 27 بلد. بالضبط، وهي لو بالمنطق فهي أول، يعني هي الانتخابات الوحيدة العابرة للقوميات، ان فكرة تجمع كامل ينتخب بيتجه لانتخابات محددة. لكن لو من ناحية العدد فهي الهند هي اللي بتسبقهم، لكن ولو من ناحية فكرة اللي عبر القومية فهم اللي بيتميزوا بيها دونا عن اي دولة تانية. صحيح.